ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا طهان. والمصحف لو سد عليا يا باشا. مش مسد عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. حياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدي 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. امروها انت. قول يا تهام. تهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. كل يا تهاني كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكلك. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ سيرك. بتشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يسعى المرة منك يروح لاسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حبيبته ده. نصلحه؟ بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه سابقا برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا ابن مالك واقف زلها بقى كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تتكسفش. شوف ابو نوسه،